لافتة تنذر بأن هذه التربة في ليبيا لا يمكن أن تطأها قدم، فللموت حرمة مهما مر على المكان زمن. هنا في ترهونة تزدحم قبور استخرج منها 350 جثة تم التعرف على هوية أكثر من 200 منها حتى الآن. هذا الأب الليبي فجع مرتين، مرة بفقدان ابنه الذي وجد جثة هامدة، والأخرى بأحكام سجن تصل إلى 15 عاماً بحق متورطين في قتل المئات ودفنهم في مقابر جماعية غرب البلاد بدل أن يعلقوا على المشانق كما يطالب ذوو الضحايا. الدولة ما وفتش معاهم ولا وفت حقوقهم ولا شدت المجرمين. الدولة هملت هالكلام هذا والناس قعدت في حيرة من أمرها. فلهذا احنا نطالب الدولة والناس ذول الاختصاص والعدالة، كان في عدالة في ليبيا، أن يقبضوا على المجرمين من أولهم لآخرهم من قد ما خدم عيقانيات وقد ما عوان عيقانيات كله يقبضوا عليهم. إنهم هؤلاء مجرمين وما زالوا، نقول لك على حاجة أراهم ما زالوا يدهروا في ترهونة. الانتهاكات وعمليات القتل بدأت منذ عام 2015 عندما سيطرت ميليشيا الكاني المعروفة بممارساتها العنيفة على ترهونة التي يقطنها قرابة 40,000 شخص جنوبية طرابلس، وبدأت بأعمال الخطف والقتل والتنكيل. المجرمين قاعدين في ترهونة، في اللي قاعد لابد في حوشة، وفي اللي روح ما فيش واحد كلمة، وفي اللي دفع فلوس وقاعد، والناس توا أصحاب المقابر الجمعية واللي عندهم مفقودين هم اللي بدو قاعدين يخافوا، والله العظيم يخافوا، والله لو يشكي فيك واحد من القتلة يجوك يقبض عليك ويحبسوك. شيئان بقيا لهذا الأب المكلوم من ابنه المختطف، صورة تذكره بوجهه الذي دفن في مقبرة جماعية وحمض الدي ان اي، ليتمكن هذه المرة من دفنه لوحده بطريقة لائقة بقبر منفرد تتوسطه شاهدة. هلا العلي، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.